الآن شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي في مستويين بشير 21 والذي يجريه أحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني ويأتي ضمن الخطة السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة. هذا ونقل الفريق محمد فريد تحيات الرئيس السيسي ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي وتقديرهما لرجال الجيش الثاني الميداني مشيدا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في المشروع. هنأت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم جراح القلب المصري العالمي سير مجدي يعقوب عضو المجلس الرئاسي الاستشاري لعلماء مصر الرئيس الشرفي لمؤتمرات مصر تستطيع، هنأته على تكريمه بجائزة صناع الأمل من الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي. وأكدت وزيرة الهجرة أن دكتور مجدي يعقوب رمز مصري وعربي مميز بمجال العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم ونموذج ملهم لكل أبناء مصر بالداخل والخارج في الإيجابية والعطاء دون كلل أو ملل أو انتظار مقابل، مشيرة أنه أصبح بالفعل منارة للأمل بتفاؤله ودأبه. عربيا، حذرت الأمم المتحدة من أن القتال في شمال غربي سوريا قد ينتهي بحمام دم، مكررة دعوتها إلى وقف إطلاق النار. في غضون ذلك أفادت وكالة الأنباء السورية بأن كل ما تروجه وسائل إعلام النظام التركي عن تدمير دبابات ووقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش السوري مجرد ادعاءات هدفها التغطية على فشل هجوم مرتزقة تركيا من التنظيمات الإرهابية على محور النيرب بريف إدلب. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه بحث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سبل التصدي لسلوك إيران والتعاون بشأن القضايا الإقليمية. وأشار بومبيو أنه زار قاعدة الأمير سلطان الجوية بالمملكة لتسليط الضوء على الشراكة الأمنية الطويلة الأمد بين بلاده والسعودية، وأيضا لتأكيد عزم واشنطن على الوقوف إلى جانب السعودية في وجه الاعتداءات الإيرانية. رياضيا، تأهل بيراميدز لربع نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم بفوزه على الإسماعيلي بهدف نظيف خلال لقائهم اليوم في دور 16. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب جون أنطوي في الدقيقة 6 ليودع الإسماعيلي منافسات الكأس ويتأهل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدور ربع النهائي.